السلام عليكم طلبتي طلبتي، المرحلة الثانية قسم السياحة كلية العلوم السياحية. محاضرتنا هذه المحاضرة الفيديوية السابعة اللي تخص موضوع البحث عن كلمة معينة واستبدالها بكلمة أخرى، أو بحث عن رقم معين واستبداله برقم آخر. افتح المصنف ماتي اللي هو يخص المحاضرة الفيديوية السادسة، تذكرون هذا شغلنا السابق، وبدلنا بالأوراق والتسميات وأضفنا ورقة أخرى وغيرنا موقعها. أتمنى هذا كله تذكروه. هسه شو أسوي؟ أريد أبدل كلمة توتال بكلمة مجموع باللغة العربية، شو أسوي؟ أروح على إعاز بحث واستبدال، find and select، على آخذ اسمه. هو بحث يبحث لأول مرة، بس استبدال هسه لو أضغط البحث سيرش يطلع لك أيضا استبدال. خليني أروح على الاستبدال، فأريد أبدل مثلا كلمة توتال، إذا حاولته أحول إليها الإنجليزية توتال، تمام. أقول له استبدل إياها بكلمة مجموع بالعربي، المجموع، تمام. أقول له استبدال، السوالية تلاحظون بدل كلمة التوتال بكلمة المجموع، أقول له موافق، تمام. هسه أريد أرجع شغلي، ابحث عن كلمة المجموع واستبدل استبدل إياها بكلمة توتال بالإنجليزي، والاستبدال الكل موافق، رجع لي إياها كما هي، تلاحظون، تمام. أريد هسه أبحث عن رقم، مثلا خلي أقول ماني، أكتب هنا رقم 8، بدل إياه برقم 7. هسه لو أسوي استبدال يبدل إياه واحد، بس أقول استبدال الكل، تم استبدال 2، تمام. تلاحظون ترى حتى هذا غيره، حتى المجموع غيره، لأن أنا ناقص إعاز. هسه لو أقول أريد أبدل كلمة هاي رقم 70، أريد أبدله برقم 8، شوف إيش حيصير. 70 أبدله ب80، شوف إيش حيصير. أقول له استبدال، يتعذر عن على مايكروسوفت إكسل العثور على مطابقة. ليش؟ السبب لأن أنا هذا الرقم 70 ناطي إعاز، ما أقدر أستبدله، لأن هذا الإعاد جاي عن طريق احتساب هذه الأرقام، ما أقدر أغيره، تمام. إذا أنا أقدر أغير فقط إذا رقم أنا دخلته بنفسي، مو عن جاي إعاد. هسه هذا ما أقدر أبدله، هنا ما أقدر أبدله، هنا ما أقدر أبدله. ليش؟ لأن هو جاي عن طريق إعاد كتبته بالفاكشن بشريط الدال، جاي إعاز عن طريق معادلة حسابية، وتم هذا ما كل يخص بمحاضرتنا الفيديوية السابقة. أحفظ شغلي باسم هذا الفيديوية السابقة، وأيضا بالدوكيومنت ما أنسى. صارت عندي محاضرة فيديوية تشوفوني أعزاء أكررها. إن شاء الله المادة واضحة لكم، ويا ريت تحاولون تطبقوها. شكرا جزيلا، نشوفكم بالمحاضرات الجاية إن شاء الله.